السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ هنتكلم على المانيكان اللي قدامنا ده، وده مانيكان حديث في تدريب على السي بي ار او الضغطات الصدرية. الجهاز ده موصل بمينيتور، والمينيتور ده بيقيس عمق وسرعة والنسبة المئوية في عمل السي بي ار، وهل هي الضغطات دي مؤثرة بشكل كافي ولا لا. طيب بنعرف الكلام ده ازاي؟ المينيتور فيه شاشة، والشاشة دي فيها اسهم وفيها فيها بعض العلامات كده، هنشوفها مع بعض دلوقتي. اول حاجة اللي احنا شايفينها طالعة نازلة على الشمال دي ده العمق والارتداد بتاع الضغطات الصدرية. اذا كنا ماشيين صح فبيبقى العمق والارتداد طالعين نازلين في نفس المكان، اللي على الجنب دول في اليمين ده النفسين المؤثرين، وتحت المؤشر ده عبارة عن الضغطات بتاعتك وسرعتها. زي ما احنا شايفين المتدرب بيبقى شغال وبيعمل الضغطات الصدرية بتاعته بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبيبدأ الجهاز يحلل اذا كانت الضغطات دي سليمة ولا محتاجة تعديل، لوضع اليد او العمق يكون زيادة شوية او يكون الارتداد مش كافي. وطبعا بيقيس قوة تأثير النفسين اللي بيديهم المتدرب اثناء عمل الضغطات الصدرية. احنا عارفين في الادلت بندي 30 ضغطة ثم نفسين. اذا كان الهواء اللي داخل ده مؤثر و له يعني بيدي الهواء الكافي، فخلاص يبقى احنا كده ماشيين سليم. لو مش هيدي الهواء الكافي، لا بيدي له انذار ان انت عملت حاجة غلط. واشوفكم في حلقات جديدة ان شاء الله.